لو تهنا منها 10% هم نعمه. هذا الطحين اللي قاعد يجي عم بيعوا علف، يعني هذا الاوادم مو بشر قاعد ينطون هذا الطحين العلف، هذا التمن القبل قاعد يبيعونه للطنابر كله ما ينشال، يعني مو بشر، يعني هذا عدم احترام هذا البشر قاعد ينطونه هاي الوجبه. يعني برايك انه هاي 180 مليار راح تروح كلها صفقات فساد؟ والله ما يجينا 10% منها. هالاموال اكو من الحكومه المحليه دور لها في المنطقه القديمه بجانب الايمن؟ والله انا ما شفت احد، ايش اللي صار لي؟ ما شفت احد، لا مسؤول ولا حجة، لا على القديمه ولا هاي دوره الحماميل، لحق علي هاي كلها شباب اشوف. لا زواج، لا سخام ليالي، يوميت الواحد ما يطلع 5000 دينار، شوفوا ب 2000 دينار قاعد يطلع دحجان، وجاي من اخر الدنيا، من القرى قاعد يجون ما يطلع له ب 2000 دينار. والله يا ربك يعلم وين تروح هاي الفلوس اللي جابوها علينا عموس. زين شفت اعمار من والله انت شوف عينك، وينك عمار؟ البيوت كلها تعبانة ومهجومة والشوارع مالها كلها تعبانة. لو كانت هاي الأموال بيدك شو راح تسوي بيها؟ والله طبعا لين نعمر ونوصل بيها، شو نسوي بيها؟ أمور حبوقة وانهبها، طبعا أعمر بيها العالم، هاي العالم كلها تعبانة، كلها تعبت. تعبت من الحروب هذه. شو طالب الحكومة الجديدة؟ والله نطالب إن شاء الله يساعدونا على أهل الموصل. هاي المنطقة القديمة تعبانة، هاي شوف الحال شلون. إرادنا هاي تعمير هاي جسور، هاي المستشفيات تحتاس على المدن توديه. تحتار لا أدوية لا كل شيء، لا أطباء، لا هاي الجسور، هاي المدارس الناس قاعدة تقعد بالقاع على الرحلة، حتى رحلات ماكو، بالقاعة تقعد وين غير هاي المستشفى الجمهوري، هاي الطوارئ، هاي المستشفى، هاي اللخم مال المستشفى العامة، المدارس. يعني أنت برأيك إنه هاي الأموال وصلت؟ والله بس ربك يصب، بس ربك يصب يعلم تروح هذه الفلوس، والله بس الله يعلم. هم قاعد يصرفون ايش يصرفون؟ أول المفروض يسوون هذا المشروع، يشكلون مشروع اخي هسه عن المشروع مثل هذا اللي يساوي هسه عني. ها اكتب عليه هذا المشروع فلان المشروع، هذا كلفته هالقد، هذا هالقد المده ماله، حتى الناس تعرف. نريد واحد يكون عنده ضمير يصلح البلد على استحقاق مثل ما الله امر. زين يعني برايك انه هاي الاموال كلها راح تروح صفقات فساد، ما راح تعمر المدينه؟ لا يتعمر ان شاء الله، بس بعد كم يوم الاخ يعني نعرف منو باقى منو ما باقى، هو اخو ما جاء واحد اجنبي ده يصلحها، ينعرف منو باق منو ما باق، يوم من الايام يطلع يقول فلان سوى هذا الشغله حقه مليار، سجل مليارين، تمام الا لا؟ هذا بعدين يطلع عليه، احنا ايش علينا؟ شلون نقدر نحافظ على هاي الاموال؟ يا اخويا ما بيدنا لا حول ولا قوه، احنا اذا نروح نقف يمهم نروح امشي من هنا، شي عبالك احنا جايين من امريكا.